سلامز، قبل ما تنبسطوا بالحلقة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. بداية ببدأ مع الكاميرا عشان توني أقول حق الشباب اللي عندي موضوع الزواج والأطفال. والله كل مرة أجلس في جلسة من هالجلسات الشعور اللي ييني على نهاية الجلسة أن أنا بس قدرت بس أشمخ ولا حج موضوع الزواج والأطفال. عميق جدا، معقد جدا، مهم جدا بس معقد في نفس الوقت. والناس عشان تشيل الكتب والروايات والقصص وايد تنتشر وتنجح عشان الناس يبون يفهمون الحب وشو أفضل 10 طرق في الزواج وشو اللي ينجح زواج وشو اللي مثلا يخلي زواج يفشل. فقلت ضروري ان اخلي هالسلسله من مقابلات والحوار يستمر ونتكلم، عشان احس مرات نحن في مجتمعاتنا العربيه والخليجي ما نتكلم بما فيه الكفايه. في وايد ناس وخصوصا بنات طلبوا يبون يسمعون راي الرجل. فاليوم بكون مع ريايل وكل واحد جايب جهه ولا راي معين. فببدا من اليمين، عمر هو مؤثر، وعمر متزوج كان وعنده ولد وطلق، صح؟ فانت في نفس المجموعه نفس الكلب. عبد الله روائي، واليوم عبد الله نبا نفهم منك، انت ما شاء الله متزوج فوق 20 سنه وتوك تقول الحمد لله متزوج وسعيد. الحمد لله. وقلت للشباب ونحن نعرف وايدين متزوجين وتعيسين، فاتوقع نحن كلنا نبا نسمع، مو بواحد متزوج ومتحمس بعد 6 شهور يقول أنا سعيد، خلاص أنا متحمس في شهر العسل. ولكن يوم في استدامة وفي وقت وفي ثبات، والإنسان أحسك يعني ما يستجامل عن شرح ولا وصف علاقتك الزوجية، فضروري نسمع منك. وفهد سال صانع محتوى معروف لبغ بالعربي والإنجليزي ولين الحين فهد يعني أسيسني يقول أنا ليشني، قلت له أنت ضروري تكون هني عشان أعزب. ولا مرة تزوجت، صح؟ ولا مرة تزوجت. كم عمرك الحين؟ 32 سنة. فأحس وايد مهم أنت تمثل شريحة كبيرة ولا شريحة بتقدر تحس فيك ولا تبغى تسمع منك ليش مثلاً ما قررت تتزوج في مجتمع يضغط كثير على موضوع تزوج، يلا يجيب عيال تزوج تزوج فرحنا فيك. حلو؟ فنبدأ بسؤال قوي وأنا بفتح السؤال للكل. في زمننا اليوم نسبة الطلاق عالية، ما تلقى وايد ناس يكملون مرات حتى سنة ولا سنتين ولا 3. شو رأيكم أنتوا؟ شو ياسي أدي لهالقد نسبة عالية من الطلاق؟ هم كلهم طالعوك، يلا يلا. طبعا أنا أتوقع أنس في سببين رئيسيين. السبب الأول أن المجتمعات العربية عموما والمجتمع الخليجي على وجه الخصوص أصبح مادي أكثر من اللازم. الكل يعني الكل ذكور إناث يجرون جري وراء المادة. هذا الجري يعني قضاء ساعات طويلة في العمل خارج المنزل ترك نوع من الفجوة يعني أو عدم الحاجة أو عدم الالتفات، ما ظل في وقت للاهتمام بالجانب العاطفي والروحاني والأمور هذه كلها. هذا سبب. السبب الآخر أن يعني من سنة تقريبا 79، قبل 79 كان المجتمع الخليجي غير، وبعد 79 تغير المجتمع الخليجي. ليش 79؟ 79 هاي السنة صارت فيها متغيرات كثيرة، أنا ما أبغى أتطرق لها، لكن صارت متغيرات كثيرة أثرت على الفكر. الفكر العام قبل 79 كان المجتمع الخليجي مثل أي مجتمع طبيعي يتطور بشكل متدرج منفتح، العلاقة ما بين الذكور والإناث علاقة طبيعية قائمة على الحب وعلى الثقة وعلى الرغبة في الإقبال على الحياة، يبون يعيشون يبون يستمتعون. بعد 79 وظهور بعض التأثيرات الفكرية المتطرفة صار نوع من العزل المبالغ فيه ما بين الذكور والإناث. فأصبحت العلاقة ما بين الذكر والأنثى بدل ما هي علاقة تكاملية، علاقة اليد اليمنى باليد اليسرى، أصبحت علاقة خلنا نقول علاقة توجس وخوف، مثل علاقة نقول النمر بالفريسة.
من النمر ومن الفريسة؟ طبعاً دائما ينظر للذكر أنه هو النمر وللمرأة هي الفريسة. من اللي زرع هذا التخوف وعدم الثقة؟ التأثيرات الفكرية اللي كلنا عارفينها دخلت على الخط من سنة 79 وبدأت تشوه العلاقة الطبيعية ما بين الذكور والإناث. العزل هذا سبب الفجوة، سبب عدم الاتصال، فأصبح حتى الزواج مثل اليانصيب، يعني الرجل ما يشوف المرأة بشكل طبيعي، ما يتعايش وياها، فيختار اختيار خاطئ أو اختيار على معايير الأب أو الأم أو الأخوات، وبالتالي بيكون في توافق. فعندنا يعني اختصرها، ما أبغى أطول وايد في الجانب، السببين. السبب أن المجتمع أصبح مادي، ما عنده وقت للأمور العاطفية والأمور الروحانية والأمور هذه. والشيء الثاني، العلاقة الطبيعية ما بين الذكور والإناث تشوهت ابتداء من سنة 79، لكن الآن رادين نفتح الصن، يعني الوعي زاد ابتداء تقريبا من مطلع الألفية الثانية، يعني الألفية عفوا الثالثة، لا بدأ المجتمع يزيد وعيه والعلاقة بدأت ترجع طبيعية، يعني أو في اتجاهها أن تكون طبيعية. أنا أشوف طبعاً I agree، بس بنفس الوقت التطور اللي صار من خلينا نقول الزواج قبل 40 سنة كان غير، والزواج ب 2020 وغير. البنت صار اعتمادها على نفسها أكثر، أوكي، من ناحية الشغل الكاريرز صاروا يشتغلون وكل شيء، فصارت ما تتقبل أغلاط من الرجل يعني مثل قبل. غلطة غلطتين خلاص، يعني أنا أقدر أطلع وأقدر أشتغل وأقدر أعتمد على روحي وأقدر عندي options، مو مثل قبل. قبل كانت البنت يعني اللي معروف عليه هي ربة البيت، هي رجال هو اللي يطلع يشتغل، والبنت تكون ربة البيت، تعتمد يعني تربي الأطفال، take care of the house. بس الحين ب 2020 كل شيء تغير، وصار we don't put up with each other mistakes not like before. فصار أحس نسبة الطلاق زادت بعد. بس عمر على هالنقطة أنا معاك في إن المرأة اليوم صارت معتمدة على نفسها في وايد نواحي. قبل البريد أرنر مثل ما يقولون بالإنجليزي، الشخص اللي كان يجيب الفلوس ولا الأكل ولا الأمان في البيت كان الرجل. فالحرمة عندها وايد معايير مهمة جدا أن الرجل يلبيها، مثل ما أنت قلت اليوم هي تسافر على راحتها، هي تشتغل وعندها يمكن راتب حتى أفضل عن الرجل. وفي بعض البلدان لو تبى تجيب أولاد تجيب أولاد روحها بدون ريال. ففي وايد أشياء تغيرت. بس هل معناته على كلامك الريال قبل، أنت قلت she wouldn't put up with a man، ما بتتحمل أغلاط الريال، بس الريال كان يقدر يقول قبل أنا بعد بطلق ما أقدر أتحمل أغلاط منها، عشان والريال ما كان معتمد على الحرمة أيام قبل، فليش الريال كان يكمل في الزواج بس الحرمة كان ما عندها خيار؟ يعني احنا بطبيعتنا كرياجيل we put up more with mistakes. تفكر؟ اي طبعا. يعني نستسخف اشياء صغيره، مثلا مو مثل النسوان في اشياء صغيره بالنسبه للبنت، يعني غلطه صغيره تسوي عليها مشكله كبيره. انا اشوف يعني في اغلاط صغيره، انا راسي انا دايخ بالشغل ودايخ بال كيف أجيب فلوس وكيف ادفع ايجار وكيف اطور من روحي. البنت يعني عندها وقت زياده ان تركز أشياء صغيرة بالضبط. أحس على هالنقطة أحس الفراغ يولد هالنوع من تصرفات تركيز. لو الريال فاضي صار بعد فاضي، يحب يسولف ويحب يتكلم عن الناس ونميمة وغيبة وإشاعات، حتى الريال الفاضي مشكلة ترى. أنا أحس الفراغ خطر جدا على أي مثل لو الحرمة ياسف البيت هذا والريال يشتغل أكيد بتتفيج له. هذا الشيء صار أنا بزواجي الصراحة. البنت من ما تشتغل وتكون قاعدة بالبيت كل تركيزها إنه شو رجلها قاعد يسوي، وين طالع، أنت مع منو، متى راجع البيت. وهذا الشيء الفراغ مثل ما قلت حتى يولد مشاكل. لأن أنت يعني ما تريد إنه تدخل زواج عشان بس إنه ترد على التليفونات تحقيق 24 ساعة وأنت وين وأنت وين. إحنا كرياجيل نحب نطلع على راحتنا، نحب نسوي اللي نريده، ويكون أكو ثقة بين الزوجة والزوج، وهذا بس تحس شيكم. الكلام اللي عبد الله قال إنه في فجوة صارت بين الرجل والمرأة خصوصا في الخليج، تربينا نحن الريايل روحنا والحريم روحهم. فبعدين يوم تحطها الاثنين خصوصا على اختيار عائلي، بس أنت ما عارف كنت متزوج عن حب ولا من عائلة،
أنا استعجلت بزواجي. هي. بس هل تحس الكلام اللي قال ينطبق عليك ولا الأسباب اللي خلتك أنت ما تكمل في زواجك غير عن الأسباب اللي هو قالها؟ شوف أنا ما كملت بزواجي لأن يعني أول شيء مثل ما قلت لك أنا شفت إن في عندي أحسن، عندي options، وشفت إن المشاكل كثرت، شفت إن نفسي مو سعيد بزواجي. ومثل ما قلت لك احنا بوقت يعني ما نريد نخسر اشهر او سنين او ايام ان انت تحاول تصلح من زواجك ولا تقدر ان خلاص تاخذ طريقك وتاخذ ديسيجن ان هذا الزواج مو نافع لي، لازم ان اروح ولازم امشي بحياتي وانا احسن بكون اني مبتعد عن هالزواج. فهذا اللي صار وياي. فهد على كل اللي سمعته وربعك اللي تعرفهم متزوجين، انت شو رايك شو سبب الطلاق العالي هذا النسبه العاليه؟ والله أنا ما بغفتي بس شفت من وجهة نظري في البيئة اللي أنا عايش فيها ما في وقت كافي حتى تبني توافق بين الرجل والمرأة، ما في وقت كافي تعرف المرأة، وحتى لو تجي فرصة الزواج ما تعرف عنها كثير. أنا دائما أنا عن نفسي في بيئتي، أنا من مدينة جدة في السعودية، كل حياتي مع الرجال يعني دائما. ففجأة بعد ما تحقق الأشياء اللي قالوا لك، اللي قال لك المجتمع عليها، أدرس وظيفة، أوكي عندي وظيفة، عندي راتب جيد، سيارة، بيت، دحين جاء الزواج. الزواج زي ما أعرف يعني واحدة تطبخ مدري تسوي الأشياء التقليدية، تجي تنصدم بالوقائع إنه هذه بنت وعندها حياة وأهداف وغولز وتبغى تسوي وتطلع وتسافر، وأنت لحظة وين ساكن؟ انت انطقي في البيت انشرب واطبخي لي ودلكي لي رجلي وما اعرف، تبدا تنصدم انه لا هي انسانه ثانيه بعقليه ثانيه باي كيو ثاني. فما في مؤسسه تهيئنا الشباب انه نعرف هذا الشيء. اليوم الفتره الحاليه اختلف الوضع، الناس صارت تبدا تعرف انه اوكي قبل ما اتزوج لازم ادرس موضوع الزواج، هذا موضوع الزواج جاء الموضوع. بس اتوقع كل اللي اعرفهم مطلقين نفس الشيء، يعني استعجل في القرار بتزوج هذه البنت، مو عارف إيش هو فكرة الزواج، إيش بالضبط الزواج، هل هو متعة فقط ووحدة تسوي لي كل اللي أبغى، ولا هي الشراكة، هل هو بيزنس كونتراكت أنا وهي، هي المفروض تساعدني. فالناس ما عندها إجابات واضحة جدا أو ما هي عارفة إيش هو الزواج. وبعدين تبدأ تسأل نفسها أوكي أنا وصلت لمرحلة في الحياة، هل الزواج رح يلبي الأشياء اللي حيعطيني هو الزواج؟ ما نسأل نفسنا الأسئلة الكثيرة دي، وأغلبنا أتوقع حتى إلى الآن الشباب مو عارفين إيش هو بالضبط. أحس مثل النقطة اللي حتى يعني ذكرها فهد إن ثقافة الزواج مش عالية للشخص اللي ياسيل الزواج ولا يقبل للزواج من غير الأهل، فين أتعلم عن الفكرة؟ لا وبعدين تعرف بسبب المجتمع محافظ، فإما تتعلم من أهلك ما راح تطلع، يعني ما انت في اوروبا مثلا تطلع وتعرف وتسال وتستشير وتاخذ فكره عن الشخص، تتعلم عن ايش هي، ايش معنى الشراكه الحقيقيه. واغلب الشباب اللي اعرفهم الان في عمري اتزوجوا في منتصف العشرينات والان مطلقين، الزواج بالنسبه لهم كانت فكره فرديه من طرف فيك كرجل. ليش طلقتي عبد الله؟ والله انا يا اخي انانيه البنت هذه وتبغى تطلع وتبغى مدري ما تهتم فيه. ففي ترجمه خاطئه يعني. لو نرتب تسافر روح سافر، ما فيش، ما تعلمنا الشراكة إيش معنى الزواج، أشياء كثيرة في جهل. كلمة الشراكة كلمة وايد مهمة. أيوة. فالآن أتوقع الوقت الحالي صار أفضل بكثير، صارت الشباب تنتظر، أنا ما استعجلت أبغى ألاقي الشخص المناسب. أبغى في الفترة هذه حتى يعني بدأت أفكر بالزواج يمكن من منتصف العشرينات، لسه أعزب بس قاعد أتعلم برضو، قاعد أشوف الناس، أتوقع عندي فكرة عن الشراكة أحسن بكثير من كيف كنت لما كنت 22 23. عبد الله الحين سمعت آراء الشباب، شو رأيك؟ يعني أنت ما عرف في أي عمر تزوجت، لازم ننقص 20 سنة، ولكن شو خلى في استدامة في علاقتك مقارنة بالناس اللي تزوج وتطلق وتزوج وتطلق؟ أنت كيف قدرت تستمر؟ وفي ناس يستمرون كنقدر نقول روميتس بس ساكنين ويا بعض، لا في علاقة جنسية، لا في حميمية ولا ود ولا عاطفة، ما في ولا شيء، بس صحيح. مثل ترتيب أرينجمنت، أنا بس كنني وأنا في غرفة روحي وأنت في غرفة روحك وكل واحد عنده حياته ويتمون 50 سنة. بس أنت قلت لنا أنا الحمد لله عندي علاقة صحية إيجابية، كيف قدرت أنت تقدر تسوي هالشيء يعني؟ أنا سنوعتك أني أكون صريح وبكون صريح، يعني أنا السعادة ما لقيتها في أول 3 سنوات،
لقيتها بعد الخمس سنوات الأولى. بعد العشر سنوات زادت السعادة، بعد الخمستاشر سنة زادت السعادة. عجيب. بعد العشرين يعني الحين في العشرين حاليا تقريبا 20 سنة بالضبط أشوف نفسي الحمد لله في قمة السعادة. خليني أمثل لك الزواج مثل البحر، هو أعماق، البعض يكون على سطح البحر ويطلع يقول ما حبيت المكان، البعض لا يصبر ويتعمق فيشوف أشياء أجمل، البعض الآخر يتعمق أكثر يعطي نفسه فرصة أن ينزل لأعماق يعني بعيدة فيشوف جمال العلاقة، جمال الزواج، جمال التوافق الفكري، كيف أن زوجتك تخلي لك العالم أوسع مما أنت تتوقعه، وكيف أنك أنت تقوم نفس الدور. يعني أنا أقول لك أنا لاحظت في المرأة الإماراتية وهي يعني طبعا أنا أشوف المجتمع الخليجي متشابه جدا، الفروقات ما بين قليلة. نعم. المرأة الآن لازم نفرق ما بين المرأة قبل 20 سنة والمرأة قبل 40 سنة والمرأة اليوم. المرأة اليوم مختلفة تماما، المرأة اليوم هي تشتغل حالها حال الرجل، تجيب راتب ممكن يكون حتى أعلى عن الرجل، فبالتالي لن تقبل بهيمنة الرجل كما كانت قبل 20 سنة أو 40 سنة أبدا لا تقبل. يعني الرجل العاقل من البداية يوزن الأمور، يعني أنا مش مطلوب مني أني أغير زوجتي 180 درجة ولا هي تتغير عشان أنا أرضى أو أنا أتغير عشان هي ترضى، لا، هي يعني إذا كان الطرفين متمسكين ببعض وراغبين في استمرارية العلاقة الكل بيتجه نحو الآخر وراح يلتقون في نقطة المنتصف، مش شرط المنتصف، ممكن النقطة الأقرب للزوج، النقطة الأقرب يعني مش محددة، لكن يكون في رغبة من الطرفين للاقتراب من الآخر والتغير. يعني هي يسمونها ثقافة التنازلات، مش تنازل أنا مرغم عليه، لا، تنازل أنا مبادر فيه. جميل. لأني أشعر أن هذا الشيء عند المرأة أفضل عني أنا، وهي تنظر مثلا أن هاي الجزئية عند عبد الله أفضل مني أنا، فليش ما أتغير أساس أكون أفضل. هنا يبين شو حسن النوايا والرغبة المشتركة والتمسك، وأيضا الفكر. يعني إذا الاثنين فكرهم مستنير وعارفين أن في آفاق حلوة، يعني تعرف شو يقلقني الحين أخوي أنس، أن العمر يمشي، يعني الحين أنا عمري 45 سنة، عندنا مشاريع كثيرة، يعني نقول نبغى بعد العمر يطول أساسا نقدر نحقق هاي الأحلام، كلها أحلام ممكنة، كلها ممكنة. نحن عندنا مجتمع الخليج معدل الدخل مرتفع، فحتى هذا الدخل أنت لو استغليته ما نبقى الدخل العالي، الدخل متوسط والله ممكن تعيش حياة من أروع ما يكون، لكن بشرط توافق الطرفين. لذلك أنا دائما أقول صعب أنك تخلق أو تصنع التوافق، التوافق لا يصنع، لازم تكون الكيمياء موجودة من الأساس، يعني الاختيار الصحيح. بس كيف هذا عنصر كيف عرفت؟ يعني عموما الناس يقولون أول سنة كانت أوف استأنسنا ورهيب وناسة، بعدين هالسحر وهالماجيك مثل ما يقولون بدأ يقل يقل يقل، وفترة شهر العسل اختفت، لو خديناها السنة الثانية أصعب والثالثة أصعب. يعني شيء عمر ذكره قال عندي خيارات، هل تحس أنه هو اللي سواه غلط أنه ليش ما تريد عشان يمكن تتعمق؟ بس أنت بقدر. ذكرت شيء ضروري، قلت لازم الكيمياء من البداية تكون موجودة. بس كيف تعرف الكيمياء؟ أنا ما أقدر أقول عن أي تجربة أنا خطأ، كل تجربة هي نتاج ظروفها، عرفت كيف؟ ما أقدر أسقط تجربتي على تجربة عمر وأقول أنا صح وعمر خطأ، لا بالعكس، ممكن أقول أنا صح وعمر صح، عرفت كيف؟ ما حد يقدر يعني. بس كيف أنت عكست الموديل عندك، أنت النموذج مالك في الزواج مو بالمعتاد عليه، صح؟ فهذا يعني في البداية أول ناس متحمسة في البداية. أنا أقول لك شو إشكاليات البداية. إشكاليات البداية إن ما زال التعارف في بدايته، أنت بعدك ما يعني فهمت شخصية الطرف الآخر، فهاي يبالي وقت. الشيء الآخر الحمل والإنجاب وتفرغ المرأة لهذا الجانب المهم من حياتها، هاي النقلة الكبيرة من بنت لين أم أو مشروع أم، عرفت كيف؟ وبعد المولود الأول والاهتمام اللي كله يتركز على المولود وانت تقريبا تهمل كرجل، عرفت كيف؟ كل هذه الأمور يعني أنا أقول لك دائما أحلى مرحلة التي بعد صعوبة، بعد صعوبة. يعني سنة 2010 يعني بعد ما كملت 10 سنوات مرينا بظروف عصيبة جدا،
ظروف فقد ومرض وأمور كثيرة، كانت من أصعب الفترات. بعد 2010 اللي هي 2011 حسينا أن إحنا الاثنين ارتقينا إلى مستوى أعلى بكثير من السابق. مثل بتقول هي يعني مأزق أو يعني منطقة عصير أو منطقة مطبات نقول مطبات. نعم. فمن تعبرها تشوف لا أنت ما ظلت في المستوى اللي كنت فيه، لا ارتقيت. نعم. لذلك حتى أنا كتبت مقال قلت مثل ما نقتسم أرغفة السعادة لازم نقتسم أرغفة الحزن والصعوبة. يعني في عندنا ثقافة خاطئة جدا، مش عندنا، في كل العالم، اللي هي لما مثلا الزوجة تمرض أو زوج يصير عندها مثلا أي ظرف صعب، مثلا أجهضة أو حملها مكتمل أو أي إن كان، لا روحي بيت الوالدة تمي عندها لما ترتاحين وعقب تعالي لي عروس جديد جاهزة. أكبر خطأ. هاي أنا أعتبرها نوع من أنانية الرجل. لا، مثل ما عشت معها سعيد الآن لما هي في ظرف صعب لا تخليها تصير بيت أمها إلا لو هي راغبة، يعني يوم يومين عادي. نعم. راحت، لكن أنت واجهي هالموقف، أنت كون السند إلها، خليها تشعر عندك أنت بالأمان. جميل. يعني إحساس الأمان هذا إحساس جدا مهم للمرأة وللرجل. أنا أيضا أجد الأمان عند زوجتي، أنا الرجل المفروض أكون أقوى من المرأة، أنا أجد يعني الأمان عند زوجتي. عندي نقطة وهاي أكيد سؤال نص الجمهور يبون أجوبة. ليش الريايل هلقد يخونون؟ شو الأسباب؟ في زمننا استوى شيء عادي، وخصوصا من الرجل. ها الرجل يفلت منها، يعني ريال يلعب ويخون أوكي عادي، حرمة تخون هاي شيء صعب مقبول وصعب، وما حد يبغى يفهمه ولا يبون يتفهمون الموضوع. بس الريال يقدر، يمكن عشان المفاهيم اللي نحن الريال عادي والريال دائما يدور حريم والريال يمل وكذا. فأنتوا في رأيكم شو الأسباب اللي تخلي الرجل يخون في زمننا؟ متزوج، يمكن عنده عيال، يمكن مو متزوج عنده أربيعة، ليش بس ليش يخون؟ شو الأسباب اللي تدفع لهالشيء؟ أنا أشوف يكون في نقص بعلاقته، خلينا نقول زوجية، وما قاعد يقدر يحصل اللي يريده من زوجته، يقوم يشوف الدلال بمكان ثاني، يقوم يشوف الاتنشن بمكان ثاني، في مشاكل كثيرة في البيت، فيوم يطلع ويشوف هل مثلا خلينا نقول البنات دي يعاملوه بطريقة وايد أحلى من معاملته في البيت، راح يقول لا أنا يعني أريد هذا الشيء، ما أريد اللي قاعد يصير بالبيت. هاي واحدة. ثاني شيء، شوف أنا بالنسبة لي كل راجع للرجال، إذا يعني التمتيشنز موجودة كل مكان، إذا أنت طلعت أي مكان راح تحصل بنات وراح تحصل التمتيشنز إن تدفعك إن خلينا نقول تخون. نعم. بس لو دائما تذكر حالك، وخاصة إذا عندك علاقة زوجية حلوة، يعني وعلاقة صداقة وعلاقة مبنية على تفاهم، مبنية على ثقة بين الطرفين، أنت بينك وبين نفسك ما تريد تخرب هالشيء. نعم. يعني بالنسبة لي أنا دخلت علاقة بس مو زوجية، خلينا نقول علاقة عادية شو اسمه، وكانت أكو temptations بالنسبة لي برا، بس أنا كنت مرتاح، أنا كنت مرتاح في اللي عندي. ما أريد أخربه علشان ساعة أو ساعتين شيء ما يسوى بالنسبة لي. فأنا أشوف الرياجيل دائما يوم يوصل مرحلة الخيانة لازم في شيء غلط في علاقته هو. بقول لكم قصة، مرة واحد من ربعي توه يبغى يتزوج، زين، وكان في أظن شيء تكلم ويا خطيبته، ما أتذكر له خطيبته كانت ولا كانوا متزوجين، إنه كان عنده مشكلة إنه ما تبغى هو يسافر لوجهة معينة عشان هالوجهة فيها دائما حفلات وطلعات والشباب اللي وياه معروفين من هالأشياء. فقال لي أنا شو أسوي يا أخي، يعني أروح ما أروح، يعني مو ما تباني أروح عشان تعرف الشلة اللي وياي خربانة. قلت له شو رأيك الزين لو أنت تصير ويا ربعك الحين، أظن كانوا متزوجين، فقلت له ليش ما أنت تصير ويا ربعك سفرتكم أنتوا سفرة شباب، بس هي بعد يوم تصير ويا ربيعاتها خلت تسافر ويا ربيعاتها بعد. قال لا والله ما خليها تسافر ويا ربيعاتها. قلت له أيوة، فأنت عادي عندك بس مو بعادي حقها. قلت له ممكن أقول لك شيء؟ قلت له حبيب قلبي، اللي بيخونك بيخونك في اللانش بريك، صح، في وقت الدوام، صح. اللي بيخونك بيخونك وين ما كان، في ناس ولا ما في، بيدبر عمره، ما مو لازم يسافر عشان يخونك.
فالكلام اللي انت قلته وذكرني ان اللي الصدق يمكن متمكن في العلاقه ويقول هاي مو بس ام عيالي، هاي زينه في حق امي، زينه في حق ابويا، زينه في حقي، صديقتي، تكلمني عن الدوام، تكلم. يمكن وايد صعب انه تخذل، واحتاج رايك هنا، تخذل وحده تعني لك وايد اشياء، يستكسر تكسر بنايه ما يستكسر صحيح. كوخ صحيح. شوف ما اعرف لو هل يعني نرجع للسؤال ليش يخونون. شوف انت ذكرت موضوع الثقافه السائده اللي هي ان الريال ما يعيب شيء، عندنا هذا المثل. نعم. مثل الخليجي هذا الوالد قال ما يني مثل ترى وايد الريال ما يعيب شيء، طبعا هاي ثقافه طبعا خاطئه. نعم. يعني لو نحن مستفيدين منها كرجال، لكن لازم يعني نكون صريحين مع انفسنا ونقول ان ثقافه خاطئه، ثقافه انانيه، تعطي الرجل فرص كثيره على اساس يستمتع بالحلال والحرام، بالصح والخطا، والمرأة لا، المرأة لازم تكونين دائما منضبطة سلوكيا، يعني يفترض ان الانضباط يكون من الطرفين. انا اقول لك لو تنتظر على اساس تغير هاي الثقافة يبالك على الاقل جيل كامل 33 سنة. الجيل ينحسب ك 33 سنة؟ يقال يعني. أوكي. اقول لك من ضمن يعني انا سمعت سبعة اقول لك. فنقول مثلا يكون اكثر بعد، يكون يبالك 50 سنة عشان تغير ثقافة المجتمع بالكامل. لذلك الحل، وانا هذا اللي سويته، ان ارواحنا صنعنا لنا ثقافه. جميل. يعني ثقافه خاصه فينا، ما يخصنا في المجتمع. اللي نشوفه احنا صح نسويه، اللي نشوفه خطا ما نسويه، معاييرنا ذاتيه. نحترم المجتمع انقدر احنا عايشين فيه، لكن ما بننتظر ان المجتمع كله يتغير اساس احنا نتغير معه. طيب بتهدر عمرك، بتهدر حياتك. صح. اقول لك، فيمكن من اهم يعني حتى انا في روايه اللي هي قمر الرياض تكلمت عن العوالم الخاصة، لأن يعني بنينا لنا عالم جميل خاص صغير خاص فينا نحن دخلناه وسعيدين فيه. فكل واحد يبني عالمه ويحط فيه قوانينه ومعاييره وثقافته الشخصية ويعيش فيه لما المجتمع كله يعني يتطور. فهد انت ليش، انت ليش ترددت؟ هل يوم تشوف هالسوالف الحين اللي سولفناها عن تعقيد يمكن الزواج ولا ثقافة، ولا مثل ما أنت قلت ضعف ثقافة الزواج ولا الخيانات، تقول كل واحد يسيخون، أنا ليش أروح أتزوج لو هم مو عارفين يفلحون في علاقاتهم؟ شو اللي يخليك تتردد؟ ما أعرف لو أنت متردد يعني للإقبال على الزواج، بس ليش ما تزوجت للحين 32 سنة كشاب خليجي حق الشاب الخليجي؟ يعني تفشلني. لا ما أنا أبدا، أنا بالعكس، أنا لو أنصح حد دائما أقول في هالزمن انتظر شوي، لا تستعجل. حتى عبد الله من قام نصور قال لك نفس الشيء، لا تستعجل. انت شو خلاك ما تستعجل؟ انا مفهومي عن الزواج في ذهني واللي اكرره بين اهلي وبين اصحابي، اذا الزواج بنفس ما اشوف الناس عليه، الضغط، الخصام، الجدال، it's not worth it، مو مستاهل الموضوع. متخيل الزواج انه زي في البزنس شراكه، وشراكة مريحة جدا، راضي عنها ومقتنع عنها 100%. ما أبغى أرجع البيت وألاقي نفسي رافع صوتي مثلا، أو الموضوع تافه أبله كذا قاعد أتخاصم فيه، ولا مقتنع لما نسمع من الناس المتزوجين إنه هذا هو الزواج. أوكي then I'm not interested. أبغى فعلا أرتاح. أنا مرتاح حاليا، فمتخيل إذا تزوجت حتزيد راحتي. ودائما اشوف اخواني ومتخاصمين ودي طالعه في بيت من I can't handle it، ما اقدر اتحمل الموضوع ده. فما اعتقد وصلت لمرحله، او لاني خطبت انا يمكن 5 مرات في حياتي، ما اعتقد انه حيكون مريح. خطبت 5 مرات؟ خطبت وما كملت. ما كملت. شو اللي خلاك تنسحب؟ اخذت الخطبه لانه ماشي على نظام المجتمع على اساس اعرف الطرف الثاني، بس بعضها ترددت، اوكي البنت هذه راح تجيب لي الضغط، وبعضها تكون ببعض العادات اللي للاسف ما قدرت انا افوز عليها، العادات ما سمحت انه انا اكمل في البيئه اللي انا فيها. فالزواج اذا حيكون خصام ومضاربات وهي متكله علي، هذه مناظره انا جدا اشوف انها دائما 50-50 انا والبنت، ما اعتقد شيء ابغى، لانه عندي حياه واحده، ما ابغى اعيش وعقد نفسي واشيب. فلين ألقى البنت اللي تفهم هذا المنظور والمفهوم، إنه شراكة، إنه أنا أبغى أكون معها عشان أكون سعيد،
انه يكون في عندها تواصل قوي جدا وشرس، يعني النقاش والتواصل الكوميونيكيشن مو اللي يودي للخصام، عندها فن التواصل، اقدر اتكلم معها في اي مشكله. يعتبر البيئه الامنه بالنسبه لي ايمن. حاليا ما حصلت هذا الشيء. الامن، تعرف عبد الله، الامن احس من اهم الصفات الضروريه في اي علاقه صحيه، خصوصا في الزواج. انه لاحظت خصوصا الحريم من اللي تعلمته، مثل المشاكل تبدا يوم الحرمه، تحس ما في امان من ريلها، مو مستقره، تحس انا مو بامنه هني، انا في هالعلاقه مو بامنه، فهني تبدا بتفتش ولا تسال ولا تستوي مفتشه يمكن من هالناحيه، عشان ما يستجيب لها الاستقرار ولا الاحساس ولا الشعور بالاستقرار. وضروري اذكر ان مرات في ناس سبحان الله عندهم احساس بالنقص، رجل ام امراه، ما تجيب لهم استقرار، عشان هم عندهم مشكله يمكن نفسيه، ان دائما يحسون في شيء، يمكن متعقدين من طفولتهم، من العلاقات اللي شافوها يمكن من امهم ولا ابوهم. بس في مرات الريال يقدر يلعب هالدور، انت تقعد حتى تجيب الراحه والطمانينه لشريكتك، صح؟ اكيد. فكلمه الطمانينه احس كلمه يمكن ما نتكلم عنها في عالمنا بما فيه الكفايه. يتكلمون سوري، يتكلمون عن الرومانسيه، شو سويت لها، شو اشتريت لها، بس شو هل تجيب لها راحه بال؟ هل هي هل انت مرتاح بالك يوم انت جالس هني وزوجتك في البيت؟ ترى انا اقول لك العلاقه اللي راح تقوم على رقابه الطرف للطرف الاخر مستحيل تنجح، مستحيل. حملات التفتيش هذه، حملات التفتيش اللي تكون فيها المراه على زوجها او العكس، او الزوج على زوجته، هذه غير مجديه تماما. اذا العلاقه من ضعف شخصيه ولا ايش سببها؟ شوف كثير، ايه، اذا العلاقه وصلت لهي النقطه فهذه يعني تؤذن خلاص بال. بس كيف بنجاب سؤال ليش الحرم ولا الريال يسوي هالشيء؟ توقعات المجتمع هو اللي يحفز الشيء، لأن البنت تراقب الرجل طبعا هي جزء من الثقافات المتوارثة الغير صحيحة. أنا خلني أعطيك موقف بسيط وباختصره وايد أساس إني ما أخذ وقتكم. كنت في دولة خليجية، مش الإمارات، دولة خليجية أخرى، فيتني يعني بنت مطلقة ومش صغيرة، أمرها في منتصف الثلاثين، فقالت لي أبغى أتكلم وياك في موضوع، فجلست معها. فقالت لي عبد الله، أنا والدتي ووالدي عاشوا حياة يعني مثالية من أجمل ما يمكن، لكن أنا وزوجي اللي إحنا يعني الجيل الثاني الجيل الجديد عشنا حياة مضطربة. شو السبب؟ حسب كلامها هي تقول والدي ووالدتي كانوا كلهم يدرسوا في نفس الجامعة 4 سنين، هم في نفس الكلية، يعني شايفين بعض محتكين ما بعض 4 سنوات. نعم. ده في بيئة آمنة اللي هي الجامعة، الحرم الجامعي، يعني من أكثر البيئات أمنا يعني اللي هي البيئة الجامعية. فتقول بعد 4 سنوات من المعايشة والمشاهدة، حتى يشوف أسلوبها في الحوار مع الدكاترة، تشوف أسلوبها في المناقشة، صار الاختيار قائم على أسس، يعني أنا اخترت هذه ما بين 4000 طالبة بعد معايفة 4 سنين في الجامعة، علاقة زمالة في الجامعة، فكان في أسس يعني للاختيار. فنجحت العلاقة، هاي حالة فردية. تقول هي يعني لا زوجت بالطريقة ليت اللي أقول لك أنا ما بعد 79، إنزين اللي المجتمع تراجع بحث على تأثيرات، هي تأثيرات فكرية، تأثيرات متشددة، انغلاق في الفكر، تخويف يعني. عشان الأولين مو بشي، ترى هي الأولين وايد عادي عندهم كل شيء، خاصة إحنا كمجتمع إماراتي كنا مجتمع يعني منفتح ومتعايش ومتحاب، أحس كنا مبسطين المواضيع مو معقدينها. الأزواج قبل كانوا يشتاقون لبعض بالضبط. أنا I don't know if you know this but I watched a comedy show of Chris Rock. He was married for 13 years and then he got divorced. I'm going to talk in English because sure. So he was very interesting point. He was like, in my 13 years of marriage, okay, it's like 40 years of marriage in my dad and mom marriage. Exactly, because he said my dad used to leave to work for 8 hours, 12 hours, okay, and you know, like, don't see the kids, don't see the wife, and he comes back, he miss the wife, the kids, and she misses him. Exactly. He was like, but now in today's age,
He's like, I'm at work. Okay, she calls me 15 times while I'm at work. Okay, I see her pictures posted on social media. I see her, I know even how people felt about her pictures. Like, so I think before it's different than us right now. احنا يعني ما صار عندنا وقت نشتاق ما صار عندنا وقت يعني the space is very healthy. ان انت تسافر مع مثل ما قلت قبل شويه تسافر مع اصحابك بروحك ان هي تسافر مع صاحباتها بروحها هذا الشيء يفرق وانا متاكد النقطه اللي ذكرتها الان لما يعرفوا بعض اربع سنين يعني هل اقدر اقول انه هذه الفرص ما هي موجوده عندي اليوم بالضبط انه انا اعرف شخص للمده هذه اكبر اعرف شخص ابني شيء وصل ادخل وانا القصه الجزء الثاني شو الجزء الثاني ترى الحين خلنا الجزء الاول مبني على جامعه وتعرفوا على بعض فتره وعرفوا بعض عرفوا بعض الجيل اللي هي اللي تكلمني البنت اللي طلقت تقول احنا ما تهيئ لنا هذا الشيء نعم زوجنا بالطريقه التقليديه فيعني لاحظ ان بدال ما المجتمع في هذيك الفتره يتقدم فكريا تراجع. الان بدينا نتقدم الحين ترى بدينا اقول لك من 2003 2004 بدينا لا ردينا حق التطور الطبيعي أيوة. رجعنا تفضل ما ابغى اقطع كلامك دائما في خصام انا والشباب ايش قصدك بالتعارف التقليدي والزواج التقليدي انا لانه كثير يقول البفتي فيها هذه فالطريقه اللي هي البنت اللي اتطلقت اتزوجت بشكل تقليدي لما تقول تقليدي قصدك انه كانت في البيت جار جاء فجاه شافها سوى الشوفه وبعد فتره قصيره ملكه صارت هذا اللي قصدنا به بالضبط يعني يمكن يكون بعد تزكيه او اختيار من الام او من العائله انها يعني هذا الولد يناسب فوافقت وممكن اللي سووا مع بعض فتره بسيطه وما في اي فتره بين الرجل ما يعرفوا بعض كلها المعرفه معرفه سطحيه جدا أيوه. ومؤقته ومفتعله أيوه. يعني مش لقاء طبيعي مثل هناك اربع سنوات أيوه. لا يعني فتره يمكن هل تحس النقطه اللي ذكرها عمر اباك تطبقها عندك انت في زواجك ان هل عالمنا التكنولوجي من هالجانب يأثر سلبيا ان ما في انفصال ابدا عندك الاهل والزوجه على الواتساب على الانستغرام على السناب على التليفون على زوم كول يعني ما في فتشه ان التكنولوجيا صح يسرت التواصل ولكن هل بعد شلت الاشتياق ترى شو اقول ارجع حق النقطه اللي ذكرتها اصنع عالمك بنفسك يعني انا الحين بطلع من البيت بي هنا اصور برجع بكون غبت عن البيت 6 ساعات زوجتي لا بتتصل ولا مره شوف مش لا لا خلني اكمل سوري بس بقول لك شيء انا كنت اطلع من البيت بعدني ما وصل سياره دق التليفون ترى شو اقول لك في ريايين يحبون شيء والله بس عمر في ريايين يحبون شيء يعني على نقطتك كل علاقة هي فلسفة عندي الأهل فلسفة الزوجة أن لا أنت حين ساير عندك مهام عندك أعمال عندك شغل عندك هذا فأنا ما بزعجك هذا تفاهم يعني ها نوع مهم الفترة في البداية أو خلينا نقول أول 5 سنين كانت في اتصالات طبعا العلاقة تتطور فأقول لك يعني لما يصير الانفصال في أول سنة فأنا أقول لك يعني ممكن ما بعد مش أكيد ممكن يظلموا أنفسهم يعني استعجلتوا اصبروا شوي يعني سنه فتره وايد قصيره اقول بس مو بعد ممكن يكون في اسباب جوهريه الواحد ما يعرفها يعني صح. ما احكم تقدر تشوف اشياء مستحيل راح تصلح ممكن انا اقول كل حاله ادرى باوضاعها خلينا ننتقل حق نقطه يعني الشباب يمكن كلهم ملاحظينها الحين خلينا نمر على المقاهي على المطاعم في الخليج كله بنلاحظ ملاحظه يعني خلينا نخلي المجتمع اللي نقول يعني المتفتح لا نقول المجتمع العادي بتلاحظ يا شلل شباب يا شلل بنات نعم انزين ولو شفت واحد جايب زوجته تلقاهم متضايقين وماخذين لهم زاويه على جنب ويبون يطلعون بسرعه ومتوترين شو انزين اوكي روح اي مكان في العالم ما راح تشوف هالوضع بتشوف يعني العلاقة طبيعية يعني ممكن الزوج وزوجته في أي مكان وحتى نحن كخليجيين خلينا نكون صريحين لما نسير في مقاهي في لندن في ميونخ في روما تلقائيين نكون طبيعيين
لا حتى تعرف والله روحوا عزيمه روحوا فعاليه اوتوماتيك الحريم بالضبط بالضبط. هذا كويستشن، تتخيل المكان بعد يأثر بالزواج؟ يعني خلينا نقول الواحد اللي عايش بدبي صعب to stay loyal. أنا ما يخون يعني. أوكي. والله أمين صوصي. في وايد إغراءات. بالضبط الإغراءات تأثر. يعني أنا كنت عايش في فانكوفر كندا، مدينة هادية كثير. أوكي ما راح حتى يوم تطلع ما راح تشوف ناس، مدينة مو مزدحمة. Family oriented place. Everyone is a family, long relationships, kids and all that. So in my head, I was like, yeah, I want to be married. I want to live here. I want to create a family, right? And then I came back to Dubai and I got married. Yeah, exactly. And I got married. And then I was supposed to move back to Canada to create that image that I had in my head. Okay. And so my wife did not really like, my ex-wife did not like the city and she wanted to move back here. Yes. And but I came back here to live here. I was like, but that's not what I wanted, because like I'm in Dubai, I want to be single. In Dubai, I want to be, you know, like being able to go out and party, because this is the city, you know, like the city gives you this vibe. And you know, yes, you know, the like city life, yes. The city life, it's a big city and life. Because you programmed yourself exactly that Vancouver is family, Dubai is single. Not. Exactly. هو برمج نفسه. والله يعتمد على الشخص. يعتمد. تفضل. بس هو سؤاله كان لك هل أنت تحس البيئة ولا البلدة تأثر؟ أكيد أكيد. أنا شو أقول لك؟ ما تقدر تقول إن الخاين خاين وين ما تحطه؟ لا. بعد يعني ما نقدر نعطي أحكام مطلقة. بس البيئة تؤثر. يعني شوف أنت في الأرياف. الحياة العائلية أوضح بكثير من المدن الكبرى صح. المزدحمة هذا شيء معروف. بالنسبة حق تأثير البيئة أكيد أقولك حتى نحن كأسر محافظة لما نطلع برا نتغير صح. يا صدق نحن سلوكنا في مقهى في روما غير عن سلوكنا في مقهى في رأس الخيمة. أنا أقولك يا بكل صريح بكل صراحة نتأقلم نتأقلم أقول لك. فنحن يبغانا عملية مراجعة صادقة لمجموعة كبيرة من التناقضات اللي نعيشها. طالما نحن يعني نتغير ولو بنسبة 30% ما بين نحن داخل أو نحن طلعنا برا، فمعناته في جزء غير صحيح. المفروض نعيش بشخصية وحدة. لو في اختلاف يعني تفرض الظروف 10% بس 15% لكن يكون اختلاف 30 أو 40 أو 50% معناته في مشكلة. معناته في مشكلة. في تناقضات. بس ما يقول لك من حتى مرات يقول لك أنا بالنسبة لي في قاعدة أقول إن قبل ما واحد يتزوج لازم يسافر مع هذا الشخص، لأن في السفر حتى تتعرف على الشخص. تتعرف على الشخص أكثر. في معدن في الكومفورت زون اللي هو عايش فيها ما تبين إلا بس يطلع برا الكومفورت زون. أنا في شيء أحس أعرفك على الشخص، السفر، البزنس، والسكن. صح. لازم تقريبا ما تقدر تسوي اي واحد منهم في المجتمع. هذه المشكله الا البزنس. مثل ما انت قلت لك هالحرمه اللي كانت في الجامعه نقدر نسميك في تحت اطار البزنس انه كانت في مكان امن مثل انت قلت وتعرفت على الشخص اللي بتتزوجه بعد 4 سنين. انت حد ذكرتني نقطه مهمه. هلا الحين شو اللي حاصل؟ نحن يصير الاختلاط وين عندنا انس؟ في العمل. يعني بعد ما يتخرجون يعني في جامعات مختلطه لكن يعني معظم الجامعات لا غير مختلطه. أقول لك لما يصيرون يشتغلون ويحتكون مع بعض في العمل تصير علاقات حب ولا ما تصير؟ تصير أكيد في بيئة العمل. بعدين هو يفكر يقول أنا يا ليتني ما تزوجت، يعني لو صبرت شوي لما شفت هذه اللي التقيت فيها في العمل كنت يمكن أخذ هذه. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه صار في فرصة متأخرة جت بعد فوات الأوان. زين إن يشوف شخصية يحتك فيها لفترة طويلة 8 ساعات في اليوم. فهذا أنا عندي سؤال، لو تيجي تتزوج بس هي عندها منصب أكثر أعلى عن منصبك ولا راتب أعلى عن راتبك عادي؟ عادي جدا. أنا أبغى أربط موضوع لأنه برضو إحنا من الشباب اللي درسنا برا وبدأنا نشوف أشياء مثلا في بريطانيا مثلا. أتوقع من الأشياء اللي تخلي الخيانة مرة سهلة إنه إحنا نكبر في مجتمع ما نشوف البنات as equal. يعني قرار الخيانة مرة سهل للرجل جدا عند كثير شباب. فلاحظ في خصل مو متعلمينها respect
أنا مثلاً أدي محمد احترام ما أعطيه لمرتي في لحظة خيانة أو disloyalty ولا أي شيء زي كذا، هذه يأخذني ثواني بالضبط. ما عندنا أنه أنا أشوفها زي ما أشوف محمد مثلاً في الوقفات والفزعات وهذه الأشياء، وتبدأ لأنه أصلاً بدأت العلاقة على مقامات ما هي متساوية، أنا هنا وهي هنا، فأي قرار. على هالنقطة عندي سؤال بعد، إيه؟ ليش ما بعمم بشكل كبير، بس بقول في نسبة كبيرة من الرجال الخليجيين اللي يعاملون أمهم كملكة بس يعاملون زوجاتهم أي شيء، كيف هالريال اللي هلقد زين في حق أمه ما بعارف يعامل زوجته صح اللي هي الحين أم عياله؟ شو هالتناقض؟ وايد شيء غريب ترى هالعلاقة. ايوه انا تعودت عادي، تعودنا ممكن الخليج مو بس في السعودية، يعني بكرة يعني هذه مرتك وراح تنظف لك البيت وما اعرف ايش هي اللي حت... الآن دحين طالما انه شفت كل شيء في العالم ف ممكن انا واهلي اخوض نقاش معهم، ما اعتقد انه الفكره كذا انه الشراكه الموضوع انه هي ايكوا. اتوقع لما نوصل لهذا النوع من الاحترام والايكواليتي ونفسنا في نفس المكان، صعب الرجال قال لك يرمي الانفستمنت بهذا الموضوع. هذول البنات وين تحصلهم اللي يقبلون يجون يتزوجون يدخلون مؤسسه زواج على ينظفون ويطبخون وهذا، صاروا بنات خاصة تغير الوضع، تغير الوضع دي اللي أنا حسيت أن النظرة غلط أصلاً. النظرة والتوقع هذا خاطئ. ما جايب تزوج عشان تشتغل عندي، هي ما بعد تزوج خدامي. بالضبط. الحين عندنا الشباب بدأ يفهم الفكرة دي، فلذلك واحدة لو بكرة توظفت صارت مديرة شركة وأنا لسه هنا، ما انا شايفها زي ما اشوف لما اصحابي يترقوا ويروح، ما حكنسل علاقتي معاهم. انا دائما اقول نحن ما نتحدى بعض، نحن الشركاء المفروض. ايوه زوجتك مفروض ما انت تقول كيف انا بتحداها، انا مفروض اكون اعلى، انا مفروض اكون اطول، انا مفروض اكون اقوى. تخلف هي بس وايد شباب جي. انا مره سالت على انستغرام قالوا والله ما اتزوجها انا، بس عشان هي عندها منصب اعلى. شباب كثير تقل ثقتهم بنفسهم يوم يشوفون البنت من واصلين بكارير وقاعد تدخل فلوس وما محتاجت له، بس هني النقطه يشوفها ان هي مو بحاجه الا راح تقل ثقته بنفسها انه هو كرجال البيت. صدقني هذا ضعيف شخصيه ويقومون يسوون مشاكل ولا لا ويدون يوقفوهم عن شغلهم. انا اشوفها غلط، انا بالنسبه لي اشوف ان البنت كل ما هي بيزي كل ما هي طالعه وعندها كارير وهذا وسمارت ويعني قاعد تتطور، هذا شيء زين حقك. بالضبط. يعني وانت طالع على ايفنت وانت معزوم على مكان وانت ماخذ بنت ناجحة وهذا راح بعدم خبرتك، انا ما اعرف نظرتك اذا نفس النظره او انت من المدرسه القديمه انه هي. انا سؤالي لك هو السؤال الثاني لفهد، ايش معنى علاقه الرجل الخليجي بنسبه كبيره ممكن ضروري أقول هالشيء وايد مرات زينة في حق الوالدة بس مو في حق زوجته؟ ترى أنا أقول لك إذا هو نظر أن بر الوالدين معناته أني أقدر أمي وأحط من شأن زوجتي، فهو مش فاهم بر الوالدين من الأساس. ما له علاقة، الأم إلها قدر ولها حقوق والزوجة إلها قدر ولها حقوق. بر الوالدين ما يتناقض مع احترام الزوجة. أنا مش أني أبر أمي معناته أني أذل زوجتي أو أقلل من شأنها، ما له علاقة أبداً. أنا ممكن أكون ابن صالح ورائع حق أمي وأبوي، ونفس الوقت أكون زوج رائع حق الزوجة، يعني الأمرين مش متناقضين. يعني احترامك لزوجتك ما يقلل من تقديرك لوالدتك أو والدك. فعملية هالفك الاشتباك هذا أن أنا أساس أثبت أني أنا بار لوالدتي لازم أكسر رأس زوجتي، شو هالكلام هذا؟ إذا على هالنقطة بسألك سؤال، حطنا شوي ما. من الخبرات، معروف عن الأهالي الخليجيين يتدخلون وايد في شؤون الأزواج، الأبو يمكن يتدخل لا تتزوجين، هذا لازم يكون دارس كذا كذا كذا، مفروض يترقى، ليش يا أخ ما يأخذ هالوظيفة، أنا جبت لها الوظيفة بالواسطة مثلا، فيتدخل في شؤون بنته اللي متزوجة منه وكيف وشو يجي يسوي. والأمهات وهاشي من أظن حوالين العالم مو موضوع خليجي، دائما الأم أم الولد والزوجة سبحان الله دائما تحس في حساسية، يعني شوف. البنت والحما ما أعرف في حساسية. فالسؤال اللي أبوصله من خبرتك، تدخل العائلي وللأهل في الزواج هل تشوفها مشكلة؟ وإذا هي مشكلة كيف الحد منها؟ شوف أنا وجهة نظري يعني واللي سويته أنا، أنا مع أن علاقتي ما العلاقة ما بين الوالدة الله يطول في عمرها وما بين زوجتي الله يطول في عمرها رائعة،
رائعة يعني قمة في ال... يعني أمها. جميل. زين مع ذلك كنت حريص إنه نستقل في بيت لوحدنا من البداية. يعني ما دام العلاقة رائعة وجميلة وهذا حافظ عليها يعني بفطنة الرجل بفطنته يعني إذا كانت العلاقة ممتازة فأنا ليش يعني أخلق أسباب إني أسبب توتر أو إني أسبب يعني احتمال خلاف في المستقبل؟ لا، من البداية أنا أقول لك يعني المنزل المستقل حتى لو والله شقة من غرفة واحدة صح أقول لك يعني توفر راحة كبيرة للطرفين 100%. أنا أقول لك فيعني يعني تصرف بسيط من البداية أعتبره وقائي حتى لو العلاقة ممتازة بعد هذا وقائي عشان ما توتر العلاقة في المستقبل. أقول لك فتحافظ عليها. هاي مشكلة عنا وايد من ربعنا عبد الله يفكرون بوفر فلوس باخذ جناح في البيت. لا هاي نقدر نقول مو دائما بيكسر زواج ولكن وايد يسوي مشاكل. أكيد. هل 15,000 ولا 10,000 اللي وفرتهم خربت دمرت زواج؟ انا صار اللي قلت عنه، انا عشت اول شيء مع مو اهلي، اهل مرتي مده سنه، سبب وايد مشاكل، سبب التحام، سبب تدخل، الى ان طلعت واخذت مكاني الحالي يعني، وهذا صار هدأت شويه. وما تقدر تلومهم عمر الحين لو ربيعك يجلس وياك شهر والله مرات شي بعد ما نقول اوه يا رب يرجع بلاده بس تتعب يعني خلاص. ضيف يقول لك ما ادري كان في مثل حلو ان الضيف اظن بعد كم فتره خلاص مو بضيف، فيعني تتعب نفسيا ولا تحس بالذنب لازم اطلع لازم اودي. فتخيل الحرمه في بيت حماته تحس لازم ادي الواجب ضيوفي اول يوم لازم اسير اتعدل. شو لو ما طايق الوضع وتبغى تنام عشر ساعات زياده صح ما تقدر، الحرية كلها تنلغي، حريتها تنلغي. والأم نفس الشيء، الأم وحدة ضيفة تقدر تنحسب ولا غريبة في البيت. فأنا أحس هالنصيحة من أهم النصائح، يعني حتى لو استوديو خذ استوديو. بس قبل هاي الخطوة يعني أخوي أنس والشباب، قوة الشخصية، يعني أنا أقول لك قوة شخصية الرجل مع المرأة من بداية حياتهم، من قبل حتى حفل الزفاف، يعني من التخطيط للزواج. ممكن يتجنبون مصاريف مالها، يعني ممكن يكون الزوج واعي، يعني الشاب هذا الصغير اللي عمره 25 سنة ممكن يكون واعي، والبنت اللي ينوي يتزوجها تكون أيضا واعية. نعم. لكن تدخلات الأسر والثقافة الاجتماعية والمباهاة ولازم هالمصاريف ولازم نتيمل قدام الناس، هذه اللي بتدمر حياتهم، التدخل السلبي للأهل. أخ عبد الله ولا أقاطعك، بس حتى ثقة الرجال وقلت شخصيته القوية يوم هو عايش قريب من أهلها أو مع أهلها تتأثر راح تقل. أنا ما راح يقدر يطلع يعني ما تقدر تعبر عن نفسك، ما تقدر تبدي رأيك لأن أبوها موجود، يعني راح تستحي إذا أنت رجال راح تستحي لها. أنا صارت لي نفس المشكلة، أنا شخصيتي يعني قوية، بس يوم أنا كنت مع أهلها يعني شوي لازم كنت أخفف من ناحية الاحترام. أنت بيت احتراماً صحيح. احتراماً لا أكثر، فهي تعودت على الشخصية هذه اللي أو شو اسمه. بعدين يوم أنا رجعت رحت مكاني رجعت الشخصية طيب. في نقطة واحد من ربعي قال لي النصيحة كانت وايد حلوة، ها حقك انت زين، يقول يوم بتتزوج لا تغير وتشكل نفسك في البدايه ان تكون مثلا خلينا نقول انت انسان مو وايد رومانسي، لا تسوي عمرك وايد رومانسي في الفتره الاولى. لو انت واحد ما تحب الطلعات وايد بس تحس ان هي بتحب الطلعات ففي اول 3 شهور وايد تطلعها وتصيرون مطاعم وما ادري شو، بس ها مو من طبعك، مو شيء انت حتى تحبه، يعني خليك طبيعي. فيقول من البدايه لو انت مثلا تحب تصير الميلس كل خميس عند ربعك لا تغير، ما بتقول خلاص انا الحين بسوي عشان توني متزوج وهالشهر العسل لازم اكون بيرفكت. تمثيل بعد 6 شهور يوم انت خلاص طفرت من هالتمثيل مثل ما انت قلت شو بتسوي؟ بترجع لفهد الاصلي، وهي بتقول لا مو فهد الاصلي، انت ما عودتني شيء. فهني انت ما في الا تلوم نفسك، انت اللي عودت على شيء مو بفهد. فحسيت هالنصيحة ترى وايد مهم، وايد شباب يغلطون هالغلطة، يصير عمره وايد رومانسي أول فترة، وايد يسافر ولا وايد يصرف، ما عنده فلوس. تصنع. صحيح. تصنع. تصنع. وأنا أشوف يعني أكثر حتى يعني أنا متأكد عبد الله وزواجه علاقة الصداقة، إذا بدت صداقة أحس أكثر الزواج الناجح تلقي
علاقة صداقة بين الزوج والزوجة، يعني مو علاقة مصلحة. في وايد ترى الزواج الحين صار زواج مصلحة، هو محتاج شيء من عندها أو هو شايف فيها شيء، ولا صورة قدام المجتمع يبغى يكون متزوج يعني. بالضبط. أو صورة ما هم أنه هو كيف علاقته في البيت يعني. أنا أشوف والله العظيم أعرف رياجيل مو سعيدين ببيتهم، وأعرف نسوان مو سعيدين ببيتهم، بس همهم الصورة قدام المجتمع، المجتمع ان هم متزوجين صورتهم قدام. يعني انا لو اشوفهم من برا بدون ما اعرف شو مشاكلهم، انا لو اشوفهم من برا اقول واو زين، بس انا اعرف ان اصلا هم في مشاكل كثير. السوشيال ميديا ترى وايد سوت شيء، ياخذون احلى صوره وانت تاخذ صوره انه ما شاء الله شوف علاقتهم، يا ريت عندي هالعلاقه. شباب قاموا ياخذون اصلا يتزوجون بسرعه حق انستغرام السوشيال ميديا، يعني قاموا يروح يتزوج شيء لوكس جود ان ذا بيكتشر، يعني انه فاهم علي ولا لا؟ سبحان الله. ترى زواج تقليدي ولا كنت نقدر نقول تقليدي، عرفت كيف؟ بس يعني من الأساس، يعني من أول حتى يعني عندنا مثلاً بعد عقد القران يكون في لقاءات يعني داخل المنزل، في منزل يعني والد الزوجة، فمن هاي اللقاءات البسيطة يعني أنت تلمس التوافق الروحي. يعني مثلاً أنا عندي معيار يعني بسيط، أقول لك لو في حفل مثلاً حفل الملكة اللي هو كتب الكتابة وعقد القران يكون فيه مثل يعني نقول الغنفل، إحنا لو يلسوا طبعاً يكون في فراغ بينهم، الفراغ هذا يكون كم نقول يعني 30 سنتي 20 سنتي، لو بعد نص ساعة شفتهم لزقوا مع بعض فهذا مؤشر إيجابي، لو بعد نص ساعة شفتهم كل واحد ماخذ اليم فهذا مؤشر سلبي، وهذا شيء يستوي لا إرادي. لا إرادي. جميل. يعني لو بذن أقول لك حد بس يراقب المشهد، بس أقول لك 20 دقيقة. Body language. إيه لغة الجسد أو تصرف الجسد. نعم. هو التصرف أكثر من اللغة أقول لك. عندي سؤال لك عبد الله. تفضل. وأظن أنت يمكن الوحيد اللي تقدر تجاوب السؤال وتفيدنا إن شاء الله. في علاقات الزوجية لو الحين تأخذ النصيحة وتطبقها على أنواع وأشكال الناس المتزوجين، كيف إنسان ما يمل من شريكة؟ إن التوافق ولا الكيمستري مثل ما يقولون، فيزيكال منتال إيموشنال، من ناحية الجسدية، من ناحية الجنس، من ناحية الفكر، من ناحية التوافق، عشان الإنسان طول الوقت يتغير. أنت مو عبد الله قبل 20 سنة أكيد، ولا زوجتك هي اللي نفسها كانت قبل 20 سنة بالضبط. فكيف الإنسان يقدر يخلي هالجوانب اللي جوهرية لنجاح علاقة، جنس، فكر، عمق، صداقة مثل ما ذكر، حد قال صداقة، منو قال صداقة؟ انت صح. اوكي، فكل الاشياء عناصر جوهرية لاستدامة علاقة ناجحة، بس كيف الواحد يقدر يخليها تستمر ما يمل؟ شوف ابو مايد، يعني في البداية انا ابغى اقول شيء، اقول انا ما يالس اقدم نصايح ابدا، ما يقدم نصايح، لان انا اتكلم عن نموذج، يعني مشى مع عبد الله ممكن ما يمشي مع عمر، ممكن ما يمشي مع فهد. انا اقول لك كل حد ظروفه مختلفه عن الثاني، لذلك انا ما افضل اني انا اعطي نصائح، انا اتكلم عن تجربه شخصيه. وجهة نظري يعني ممكن اكون مخطئ، الحياه يعني اما انها يعني الحياه منها تروح في اتساع او الى ضيق. عرفت كيف؟ يعني مثلا ممكن تشوف بنت خاصة يعني الحريم، ممكن تشوفهم في بداية حياتهم مقبلين على الحياة، يعني ما شاء الله عليهم، تقول مثل هاي وردة يعني متفتحة، بعد 5 سنوات زواج تشوفها ذبلت، يعني ليش ذبلتي؟ كانت حياتي حلوة، من خدت هذا الريال دفني في الحياة. يعني في العكس، ومش بس من الرجل تجاه المرأة، حتى من المرأة يا ما حريم زين، يعني او نساء يمكن ما يحبوا كلمه حريم، يا ما نساء يعني تسببوا في يعني اتساع عوالم ريايلهم، يعني فتحوا لهم ابواب في الحياه، يعني خلوهم يشوفون الحياه بشكل مختلف، بمنظور مختلف. فيعني انا كشخص اشوف حياتي يعني مثل ما قلت في بدايه اللقاء، كل 5 سنوات اشوفها تتسع اكبر، يعني من ضمن الاهداف اللي احنا محطينها ان نزور يعني اكبر عدد ممكن من دول العالم، يعني بحيث ان نغطي يعني ممكن دول متشابهه، يعني لو رحت مثلا على سبيل المثال
البرازيل ما يحتاج تروح الأرجنتين، يعني ترى في تشابه، عرف كيف؟ فنحن يعني من أهدافنا أن نزور كل دول العالم المختلفة عن بعض، يعني حتى أن دائما شهر ديسمبر اللي هو موعد يعني أعياد الميلاد هذه نأخذنا إجازة ونصير نشوف يعني دولة من السفر. أقول لك تجدد بالعلاقة، هذا شيء عندنا مقدس نحن. أقول لك فحتى في الصور في الانستغرام البعض يقول لي عبد الله أنت منو سافر؟ هنشوفك أنت تأخذ صورة بس في حد يصورك. فبعضهم يعني كثير خاصة من القارئات يعني يقولون أنت يعني منو سافر؟ يعني هل هم بطلات شخص رواياتك اللي تتكلم عنهم؟ يشكون يعني. فأنا أقول يا جماعة خير، هذا زوجتي، يعني زوجتي دا أنا دائما أنا يعني أقول أنا أحب أسافر مع المدام أكثر ما أسافر مع الأصدقاء، أكثر ما أسافر مع أي شخص آخر. يعني بالنسبة لي هي يعني رفيقة السفر الأفضل والناس بتني ونعرف نعيش السفر بشكل صح مع جميل. بعض. فحتى هم مو مصدقين يعني يقولون وياك ما بتوجته. أنا زين. اجتمعنا ما أقول شيء. يعني هي روح المدام يعني روحها يعني روحها برغبتها الشخصية ما تحب تظهر في السوشيال ميديا. وأنا أحترم رغبتها طبعًا. فيعني شو أسوي عشان أثبت لكم؟ لو كان عادي عندها إن تطلع على السوشيال ميديا هل بيكون عندك مانع؟ لا. حلو. أبدًا. أقول لك بالعكس الحين مجتمعنا أصلاً مجتمعنا انفتح بشكل كبير صح يعني صح. أقول لك فلا أبداً ما عندي أي مانع، لكن في نفس الوقت يعني يعني أنا كثقافة خطأ أني أفرضها فرض، يعني من أسباب قوة العلاقة هو عدم فرض الآراء. لا تغيرين 180 درجة على أساس تتوافقين معي أنا، هاي أنانية. هي أقول فهاي نقطة احترام الخصوصية الفكرية والخصوصية. يعني شوف مهما كان التفاهم ومهما كان الانسجام لازم كل طرف بعد يحتفظ له يعني شو اقول لك هامش خصوصيه او استقلاليه. اذا بنشترك مثلا في 70% اوكي الها هي 15% خصوصيه ولي انا 15% خصوصيه، لازم هذا الجانب مهم. انا اشوفه جانب صحي مهم. عرفت كيف؟ وطبعا انا اقول لك بين قوسين الثقه طالما يعني الطرفين محافظين على هاي الثقة فأنا أقول لك الأمور طيبة. فهد شكلك أنت داونلود والله مستفيد هذا كورس صراحة ما أدري إيش ممكن أضيف أنا ما عندي أنا ما الحين وجهة نظر كفهد مثل ما هو اللي يبني قال أنا ما أعطي نصايح أعطي تجارب أعطي خبرة. آخر كلمة عندك مثلا لجمهورك وللجمهور اللي بيتابع من طرفنا ولا من أي طرف اللي يبي يستفيد من تجارب فهد، ليش فهد قرر انه ينتظر؟ ليش فهد مثل ما انت ذكرت وايد اشياء حلوه، قلت انا اوريدي في راحه بال، انا اوريدي سعيد. فلو ما ابى انا كلمه اوريدي الحين حتى اخيرا تعلمت الترجمه اصلا، قالوا لي استعمل كلمه اصلا، انا اصلا سعيد. ف الا لو وحده بتجيب لي على نفس المستوى ولا اعلى راحه بال ولا اسعد بعدين برحب فيها، غير شيء ما ابى. بس أنا بخلي آخر شيء آخر كلمة عندك لو في شيء تبغى تشاركه مع الجمهور. أنا عشت لحالي من 16 لما رحت درست برا السعودية، فمن 16 إلى الآن عايش لحالي. فتوقع اللي أخر موضوع الزواج بالنسبة لي إنه أنا بعيد عن أجواء العائلة والمتزوجين، فيمكن حط فيه حاجة ما أدري هي عادية ولا. أنا سعيد حالياً مرة مرتاح، بس دائما أقول لأخوي خاف أكون واحد من الرجال اللي يعيش كل حياته لحاله كده، ألاقي نفسي 70 لحال كده جالس في شاطئ. اتعودت إن كل حالي دائما. في السن الصغير كده خرجت، يعني ما عاد صرت أستطعم موضوع كده تلاقي زوجة أنا عيال يجروا. حتى في البيت حتى مع الشباب مستحيل أسكن مع أحد، دائما لحالي. فلما ينطرح علي موضوع الزواج صرت افكر من منطلق من الانانيه الشخصيه حقتي، انه انا عايش 10 15 سنه لحالي، انه انا ما اتوقع تدخل وحده وتخرب السلام اللي انا فيه. هذا التفكير اللي انا فيه، فما اقدر اعطي تجربتي بالناس لانه غريب انك تعيش فتره طويله زي كذا لحالك. فمضايق من البدايه طبعا، حتى رحت انا ماليزيا كنت ساكن مع اخوي، بعدين اكتشفت كذا انه احب اكون لحالي. بس انت ذكرت من شوي إيه. قلت ان انا من سن نص العشرين 25 وفوق إيه. قلت النية موجودة ايه فعلا انه عادي اذا جت واحدة لانه ما زلت قريب لسه توي خرجت من السعودية، ما زال في الفكرة انه الوالد اتصل ها متى متى متى،
في نفس الوقت فيه رغبات. يعني أنا أشوف إنه قديش نقدر نتكلم هنا؟ قول النقطة اللي عندك. كانت في رغبات. والله بينه وبينك أنا والله ما أدري إيش بسوي. النية موجودة. صراحة ما أدري إذا سويه صح. غلط. أعطيك من الأخير. هل تفضل يكون عندك علاقات مو بزواج girl friends ليه ما تكبر وتقول أنا الزواج مو بلي ما يناسبني؟ أنا ما أجي الصراحة من ناحية دينية. أنا ألاقي نفسي صراحة وما أدري إذا أنا غريب ولا مع إنه دارس علم نفس. ألاحظ إني أبغى أكون لحالي دائما. لحالي بالشكل ما أدري كل ما أكبر في السن كل ما أبغى أكون لحالي. تعرف هالنقطة وايد سمعت. لو واحد يتعود انه يكون روحه كل ما يكبر اصعب انه يتزوج. وما الاقي ما ادري هل هو انا صعب الارضاء ولا لا، بس حتى لما تجي فرصه وتعرف على واحده دائما اكتشف اني في عالم دائما في مخك جوا بنيت لنفسك افكار واشياء وتوجهات expectations. ايوه تقابل واحده تلاحظ انها بعيده فالطول انت تقول لا احسن لحالي وزي كذا لازم نضبط لها واحده على الهواء. لا انا والله اشوف فهد انك انت في حاله انتظار وبحث. طيب فاتوقع انا اتوقع ان يعني يمكن خلال سنه سنتين اتيك وحده على المواصفات. بالعكس قانون الجذب يجيبها. اقول لك يعني انت تريحت كثير يعني وانتظرت. يعني انا اقول لك يعني في اي وقت ممكن تطلع لك فتاة الاحلام اللي تتوافق تماما مع معاييرك الشخصيه نصيب. وبالعكس تكون سعيد جدا وممكن تكون اسعد من اي شخص اخر. بنجيب نسوي جزء ثاني. ها بقول له مستحيل في دبي لكن اوكي فاين. يا عمر اخر كلمه ادفايس اي شيء اي كلمه تبغى تشارك يمكن تحس يمكن في نقطه ما لحقت تقولها في شيء تبغى تقول للجمهور. شوف about marriage انا I would do it again honestly. I believe in marriage. I believe it can be so successful if you if both like I said ان متفاهمين both متفقين على عندهم common things a lot of common things like this is very important. We did not even mention the common interesting things about you know like انا متاكد 100% ان لو عندك ان انت ومرتك او انت وحرمتك تستانسون في نفس الاشياء او خلينا نقول يعني common hobbies common interests بالضبط هذه الاشياء راح تقرب الاثنين من بعض. هذه الاشياء راح تبني علاقه يعني في راح يكون في كلام بالبيت. يعني انا لو ارجع البيت ومثلا انا شغلي بالسوشيال ميديا وهي she's not even interested in to know about social media who I'm going to talk to I'm going to come tell her about social media she's probably going to be like yeah, whatever right. So this is very important. Second thing I feel and you have to love yours. You have to really focus on what you have. Don't look somewhere else. Don't always look somewhere else. People, I believe people who always going to look for better, okay? You will always find better. You yeah. will always find it. يعني إذا أنت متزوج وحدة وجدتي وحدة أحسن من عندها بس يعني الاكتفاء خلينا نقول. بس will you always find better or you think you might find you will better? Always find better. You think so? Yes. Sometimes what you have is a gem. Exactly, but you will like if you really keep looking for what's better you will find better. You know. في شيء أحسن من لما تبني ذكريات. هو exactly again like that person that person like it's all about what did you build with this person the memories the friendship the العلاقة. يعني the more you build the more إن تصير صداقة. مثل ما قال إن أول 5 سنين كانت خلينا نقول صعبة بس عرف كيف يبني وعرف كيف يبني صداقة وعرف كيف يمشي. It's very important يعني knowing that what you have you can تسق له مثل ما نقول جيم right. صح. Yeah. جميل. So. الأخ عبد الله أنا أقول هي 3 كلمات استقلالية شجاعة قوة شخصية. أنا يعني ذكرت أو حطيت استطلاع أخير فيه الفتيات يعني خصوصا شو تفضلون حفل زفاف باذخ وفخم ومكلف ولا شهر عسل حالم بدته 30 يوم كاملة يعني تمرون فيه 4 بلدان أو 4 جزر فكلهم قالوا نبقي شهر العسل الحالم وما نبقي حفل الزفاف الفخم. فهي وضح لك الجاب اللي بين تفكير الجيل الجديد وما بين الآباء والأمهات. فأنا أقول إن على الشباب والشابات إن يكونون أقوياء شخصية
يفرضون رأيهم، نحن ما نبغي زواج مكلف. هالمليون اللي بنحطيه في حفل الزفاف في الأمور هاي اللي ترضي المجتمع ولا ترضينا نحن شخصيا، وفي ليلة في ليلة ضيع كلها ويقطعونك. هي ما نبغى. من المليون هذا 100,000 بس كافي ان تعيشهم سعادة 20 يوم او ويتعرفون على بعض، ويتعرفون على بعض ويكون صح. اثرها على حياتهم وتصنع ذكرى حقيقية. جميل. اقول لك الشجاعة، قوة الشخصية والاستقلالية. المجتمع ما بيتغير بسرعة، يبال سنين. فصنعوا قوانينكم بنفسكم، ارضوا معاييركم الشخصية وعيشوا الحياة اللي تبونها حتى لو المجتمع مش متقبلينها 100%. المهم تكونون انتم مرتاحين وسعداء وعايشين الحياة اللي انتم تبونها. جميل. الله، سؤالك حلو يا اخي. ساعة وشوية الحين بس. مشكورين. شكرا. شكرا لك عمار، عبد الله خالد، شرفتونا ونورتونا. واحس بكل صراحة انا استمتعت وايد، احس تعلمت والله بدون اي مجاملة. حلو اسمع منك ومنك ومنك انه سبحان الله وجهات النظر تختلف، ولكن مثل ما انت قلت اخر شيء تجمع في اساسيات كلنا نشترك فيها. انا كنت متوقع هذا الشيء، متوقع هذا المسار، لاني انا اقول لك يعني انتم كشباب ما شاء الله عليكم ممكن تكونون اقرب للصواب من الاكبر عنكم. يعني اللي يقول لك ان بس الاباء والامهات والكبار هم اللي يعرفون، لا والله، الحكمه موزعه على الجميع، كل فئه عمريه لها حكمتها. نعم. فلا بالعكس انا استفاديت منكم يمكن اكثر ما انتم استفاديتوا. مشكورين شباب. الله يخليك. حياكم الله.